بس بدي أتأكد إنه في صوت. بس بدي أتأكد إنه في صوت. أوكي تمام، حنعطي 5 دقايق وقت للناس لحتى تتجمع. أتأكد إنه محطوط public. Yeah, it's public. لا أعتقد فيك سيد ماجد إنك تنشره على صفحة الأكاديمية. رمضان كريم ريهام. طبعا كتير زعلانين على طلاب طب الأسنان إنهم يعني هيك شوي خربت عليهم مظاهر التخرج، بس إن شاء الله كله لخير يا رب، إن شاء الله كلكم تتخرجوا على خير. باقي 3 دقايق إن شاء الله وحنبلش. عصام كل عام وانت بخير. انت هلا الان باللوك داون بلندن، ان شاء الله يا رب نخلص، ربنا يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء في اقرب وقت ان شاء الله. خلال دقيقة حنبلش. رمضان كريم عليكم جميعا إن شاء الله يا رب، ربنا دائما يعيد علينا بالصحة والسلامة. إن شاء الله بس يزبط صوتنا هلأ خلال المحاضرة. أوكي أعتقد فينا نبلش هلأ إن شاء الله. اليوم هيك رح نعطي محاضرة إن شاء الله تكون إنها خفيفة لطيفة عليكم، موضوع سكرو أور جلو ستيل أديليما. رح أناقش فيه خلينا نحكي الأدفانتجز والديس أدفانتجز لكل تايب أوف ذيس ريكونستراكشن، وذر السكرو ريتيند أو السمنت ريتيند. وبدي أشوف إنه بآخر لتريتشر ريفيو اللي هو طلع بعام 2018، هذا آخر إشي هلأ موجود في التريتشر، إنه إيش الحالات اللي قالوا فيها إنه السكرو ريتيند إز مور سكسسفول، وإيش الحالات اللي حكوا فيها إنه السمنت ريتيند إز مور سكسسفول. لما تنعرض لنا صور مثل هيك، مثل الصور اللي موجودة أون ذا ليفت، نقدر نحدد نوع الريستوريشن اللي انعطت للمريض بوجود أو عدم وجود الأكسس هول على الأوكلوزال سيرفيس. يعني إتس أوبفيوس بهذا الجسر اللي بيكون فيه تو هولز إنه وي آر توكينج أباوت سكرو ريتيند ريستوريشن.
It's obvious when we look at this restoration, which has no access hole at all. We're talking about cement retained restoration. And this is also a cement retained reconstruction. فهي الصور بتمثل the different kinds of reconstructions that we can offer for the patient. وفي هنا الريد دوت اللي انتم شايفينها على الفيشل سيرفيس لا الابطمنت اللي هو بيكون دائما سكرو ريتيند وهي هنا زيركونيا كاستمايزد ابطمنت انعمل للبيشنت لحتى يكون في عندنا خلينا نحكي بيتر كومباتيبلتي بتوين ذا ماتيريال هنا زيركونيا از ا كراون ماتيريال وهون زيركونيا از ان ابطمنت ماتيريال هاي الدوت اللي احنا بنحطها بالنص لحتى نعرف ايش هو البيرفكت اورينتيشن للابطمنت فوق الامبلانت انسايد ذا بيشنتس ماوث سم تايمز بتكون عباره عن نقطه مرسومه باذر كيسز بتكون نقطه محفوره لحتى نقدر نميز وين بالضبط الكراون بيكون بيرفكتلي سيتد فوق هذا الابطمنت وين الابطمنت بيكون كمان بيرفكتلي سيتد فوق الامبلانت رح نبلش هلا بالمحاضره ورح نشوف screw or cement retention. بدنا نعرف شغلة إنه implant restoration ممكن يكون أي واحد من هدول. ولما نيجي نحكي is it screw or cement, I'm talking about the superstructure. بمعنى I'm talking about the structure that we see inside the patient's mouth. I'm not talking about the abutment because abutment is always retained inside implant using a screw. Okay? يعني ما عنا إشي اسمه cement retained abutment. لا it's always a screw retained abutment بس الكراون اللي من فوقه ممكن يكون screw retained أو cement retained وبدنا نعرف شغلة إنه نوع retention system especially إذا عم بفكر بscrew retained restoration لازم دائما أقرره قبل العملية الجراحية إذا تأخرت في القرار تاعي لبعد العملية الجراحية ممكن إني أعمل shift من السكرو للسمنت أو من السمنت للسكرو بس غالبا اللي بده تخطيط أكثر هو السكرو retained خاصة في الاستاتيك زون area لما يصير في عنا ridge lab اللي ورح نحكي عن هذا الإشي كمان شوي. إذن رح نبلش أول إشي نحكي عن cement retained restoration بهاي الصورة. It's obvious إنه الصورة العلوية بتتكلم عن cement retained restoration لأنه ما عنا access hole على occlusal surface بينما الصورة اللي من تحت بتتكلم عن screw retained bridge أو restoration بفعل وجود screw holes اللي منشوفهم على occlusal surface. Now إيش الحسنات اللي منقدر ناخدها من cement retained prosthesis given for the patient؟ رقم واحد simplicity رقم اثنين familiarity تعرفوا ليش؟ لأنه cement retained restoration ما بتختلف أبداً عن أي cement retained bridge أو crown منحطه فوق أي natural abutment tooth It's the same procedure You take impression هاي الimpression بتوديها على lab بحطوا dye spacer فوق الداي اللي هو اللي بتكون محل التحضير تاع وأوفر هذا الداي سبيسر والداي تاعتك ببلشوا صناعة إذر الـ PFM أو الزيركونيا أو الـ EMAX restoration فإحنا ما جبنا إشي جديد من عنا cement retained prosthesis is the same as any cement retained prosthesis over a natural tooth It compensates for improper position and angulation of implant because sometimes the quality of bone اللي موجودة ما بتسمح لنا نحط الimplant بالperfect position والperfect angulation اللي إحنا مندور عليها. فإنه whenever الimplant كposition وangulation ما بتساعد ولا حتى الangulated abutments الموجودة عنا بالستوك عم تساعد احتمال كتير كبير إنه السمنت يقدم advantage over the screw retained restoration. الباسيف فيت وهي شغله لازم دائما نحطها ببالنا لانه كل ما الريستوريشن كانت باسيفلي فيتنج اوفر الابطمنت او اوفر اي شيء مركب على الزرعه احنا بنضمن ديمومه افضل لهي الريستوريشن لانه بنضمن انه ما يصير في عندنا ليكج من تحت الابطمنت او يصير في عندنا تجمع للبكتيريا عند الابطمنت امبلانت كونكشن ويصير عندنا مشاكل في البون لوس وغيره فانا بيهمني الريستوريشن تقدر تقعد محلها باسيفلي وهذا الحكي سبب وجود السمنت لاير سبيسر اللي احنا بنحطها ما بين الريستوريشن والأبطمنت هذا الإشي مو موجود عندنا بالسكرو ريتيند most of the time الاستاتيكس especially في البوستيرير area لأنه إحنا ما في عندنا الأكسس هول ما بنضطر نعبي هاي المنطقة في كومبوزيت لونها مختلف عن لون السيراميك اللي أنا مستخدميته بلس الاوكلوزال سيرفيس بيكون انتاكت فالتكنيشن بيقدر يرسم الجروفز ويعمل الاناتومي بطريقه كتير حره لدرجه انه المريض ما بيعرف انه عمل ريستوريشن في المنطقه الخلفيه لتمه على عكس لو انا صلحت الاكسس هول هذا بكومبوزيت ممكن المريض يعرف انه انا حطيت إشي بهذا المكان سبيشلي اذا ما كان في عندنا ماتشنج بين الشيد اوف ذا كومبوزيت والسيراميك بيكون مميز انه في عندنا مشكله ideal occlusal contact لأنه إحنا بنعرف إنه بالcement retained restoration أنا مش مضطرة أحط composite filling occlusally في الcontact
بيكون بين السيراميك وبين الأوبوزينج ناتشورال تيث، وهذا الإشي كمان بيقلل فرصة كسر السيراميك، لأنه السيراميك المحيط بالأكسس هول هاي معرض بشكل كتير كبير إنه يتكسر ويتفتفت مع الاستخدام داخل الفم. نيجي هلأ نتكلم عن شغلات أكتر متعلقة بالسمنت ريتيند بروستيسز، إيش الديس أدفانتجز والكونسيرنز اللي دائماً بدنا نحطها في بالنا. رقم واحد، we need precise margin placement، يعني ما في مزح بموضوع السمنت ريتين، بدك قد ما تقدر تحط المارجن تاعك بشكل كتير قريب من الجنجيفال مارجن لتقدر تنظف الأكسس سمنت وتشيل وتشوف أي سمنت عم بصير له إمباكشن سب جنجيفالي. اثنين، بدك meticulous technique of cementation كمان لحتى تمنع الimpaction of cement subgingivally. Prosthesis is not easily retrieved، يعني مش من السهولة انه اي prosthesis لزقتها تلزيق فوق الابطمنت اني اشيلها اذا انكسرت او بدها تصليح او صار في عندي loosening بالسكرو تاع الابطمنت اللي تحت التركيبة، مش بالسهولة اني اشيل التركيبة وارجع ارجعها زي ما منشوف بالسكرو retained prosthesis. Most of the time مندمر البروستيسز ومنقصها لحتى نقدر نوصل للسكرو اللي صار له loosening او نقدر نصلح اي مشكلة في السمنت retained prosthesis. بس هاي المشكلة ممكن نتجاوزها، بتعرفوا كيف؟ إنه نلزق البروستيسز بتمبوراري سوفت سمنت، ما نستخدم الهارد سمنت مثل الجلاس آينومر والريزن سمنت، نفكر دائما إنه في إمكانية استرجاع للتركيبة في المستقبل. loss of retention، طبعا هذا الحكي مش كتير وارد إلا إذا كانت الابطمنت كريزيستنس وريتينشن فورمز مش ايديال، يعني هي في شغلة بالسمنت ريتين بدنا دائما نحطها ببالنا إنه لازم نعاملهم معاملة الناتشورال تيث ابطمنت، يعني أي تركيبة بدك تلزقها نفس الشغلات اللي بتفكر فيها لما تلزق تركيبة على ناتشورال توث بدك تفكر فيها لما تلزق تركيبة على ابطمنت، بدك يكون عندك ريزيستنس فورم، بده يكون عندك سيرفيس رفنس، بده يكون عندك تايبر، بده يكون في عندك لينث معين ما تنزلش عنه في الانتيرير والبوستيرير اريا لتضمن انه التركيب اللي انت عم بتلزقها مش عم تخسر ثباتها ومش عم توقع مع الاستخدام وتضلك تبلش مع المريض تصلح وترقع. Subgingival residual cement induced peri-implantitis، وبصراحة بأغلب literature reviews رح تلاحظوا بأنه هاي النقطة هي أسوأ شغلة متعلقة بالسمنت ريتيند بروستيسز، وإنه في كتير شغلات لازم تعملها وتحطها في عين الاعتبار لتمنع اللاصق اللي استخدمته في إلصاق التركيبة إنه يعلق تحت مستوى اللثة ويوصل للسطح الخشن للزرعة ويعمل مشاكل. فهي شغلة بدنا نحطها ببالنا. طيب دكتورة، لو السمنت هذا نزل سب جنجيفالي وعمل لنا بيري إمبلانتايتس أو عمل لنا بون لوس أراوند ذا إمبلانت، إيش النيجاتيف كونسيكونس اللي ممكن نحصله بالآخر؟ You might lose the implant. Look at this radiograph. You can see the excess cement cervical للمارجن of the restoration mesially and distally and maybe buccally and lingually, but we can't see this because of the superimposition of the buccal and lingual dimension in the X-ray. When you go to the clinical scenario after the implant has been lost, we can see the amount of bone loss that has happened at the crystal margin or the cervical margin of the implant. And we can see all of the excess cement that has remained cervical to the restoration. And mostly it is a glass ionomer cement, which is usually biodegradable. But when it gets stuck to the rough surface of the implant, the body needs more effort to remove it and eat it. So sometimes it remains there and causes the loss of implant eventually. And in here, the patient kept feeling pain and there was like a pus discharge from the sulcus. And after the crown was removed, remaining cement was also seen cervical to the margin of the restoration. So we should have a very precise and meticulous technique of cementation to prevent this from happening. Now, when it comes to the subgingival cement retention, في شغلتين رئيسيات بدي أحطهم دائماً في بالي. ممكن وأنا عم بعمل cementation، السمنت غادر المنطقة اللي أنا عم بشتغل فيها وراح انحشر أو انعمل له impaction بالsubgingival area. وممكن صار في عندي incomplete seating للكراون وصار في عندي gap بين الكراون وبين الابطمنت where the cement is exposed to saliva والليكج لهذا السمنت عملت لنا مشاكل وبكتيريال accumulation لقدام. So if we can look at this image, بنقدر نشوف إنه في عنا gingivitis على cervical margin of the restoration. ولما نرفع فلاب شفنا مقدار السمنت اللي ملزق cervical to the crown واللي قدرنا نشيله بهالطريقة. وفي عنا هون بهالصورة كان في عنا كمان مشكلة pus discharge with swelling beside the implant all of the time. ولما الimplant انشال
قدرنا نلاحظ بأنه الكراون مش نازل بشكل كامل. بس خليني ألغي لكم هاي ال أوكي. إذا لاحظنا بأنه الكراون مش نازل بشكل كامل على الأباتمنت، وهذا الجاب عمل بكتيريال أكيميوليشن وعمل بون لوس بالسيرفايكال مارجن أوف ذا إمبلانت. سو بغض النظر إيش اللي صاير عندنا، وجود السمنت في السيرفايكال أريا والبري ديسبوز تو بيري ميوكوسايتس أند بيري إمبلانتيتس which is an inflammatory process affecting the tissues, soft tissues and hard tissues around implant accompanied by bone loss. الإشي اللي إحنا كنا ما بنحبه إنه نخسر العظم وبالتالي نخسر الزرعة بفعل الاكيوميليشن اوف سيمنت بهذيك المنطقة. لا، في بعض الفاتس اللي اخذناها من الليترتشر اللي انا حابة اني اراجعها واناقشها معكم. النقطة الاولى انه it may take several years before excess cement becomes apparent زي ما حكى ثومس بال2009، يعني مش بالضرورة immediately بعد ما احط الكراون او البريدج البيشنت يصير عنده clinical and radiographic sign and symptom of perimucositis or perimplantitis. It might take several years to initiate. If the prosthesis margin is subgingival and we need to focus on this word, okay, there will be residual cement 100% of the time as it was stated in a review in 2013. So we should avoid subgingival margin as much as possible, especially if it is more than 2 mm when it comes to cement retained restorations. ثلاثة، peri-implantitis may initiate leading to loss of implants and often the adjacent teeth. Then sometimes we don't only lose the implant, we might lose the adjacent teeth to that implant as well. 80% of cases of peri-implantitis are secondary to subgingival cement accumulation as Wilson stated in 2009. So we need not to underestimate the effect of subgingival cement impaction on the success stability of implant and also the success of a future implant therapy after the first implant has failed. So we can see here the remaining cement cervical to the crown that needed an elevation of a soft tissue flap to be seen and then removed. And we can see the amount of excess cement here and that also needed a soft tissue flap to be raised to be able to see it and remove it. And I told you about the implant that has been lost because of bone loss cervical to the implant because of the cervical cement impaction. Now, why is there a greater risk of cement retention in the sulcus of implant crowns? And this is actually related to the, let's say, the periodontal behavior of tissues around dental implant and how that is different from the behavior of periodontal tissues around natural teeth. Because we all know when it comes to implant surface, which is rough, the epithelial attachment does not happen at a high level as it happened in natural teeth. And usually, implant dentistry is associated with deep sulcus depth, where cement can be impacted to a very deep level, sometimes reaching the bone level or in a very deep level that we can't actually see or remove unless a flap is reflected. So, peri-implant tissues are more easily displaced from the surface of the implant because of the absence of a connective tissue fibers attached to the implant. As a result, epithelial attachment is easily severed, بينقطع بسهولة, والسمنت can be impacted the level of the bone and on the micro rough surface of the implant. So this is a problem with implants that we need to always remember. You know, sometimes impaction of cement subgingivally is an inevitable. It can happen most of the time because of the biology of the periodontal tissues surrounding the micro rough surface of implants. Now, if you insist upon cementation and you need to go for a cement retained prosthesis over implant, you need to remember these points. Number one, you need to control the volume of cement, and this is actually very important. Number two, you need to think of using customized abutments with supragingival margins in the posterior quadrants, because posteriorly, the issue of seeing the subgingival cement impaction is more difficult because of the lightening and the magnification and other issues, and that's why supragingival margins are more needed in the posterior quadrants. Now, when you take or when you make a customized abutment, بمعنى you mill it and you make it customized for your patient, customized for your impression, for your case, you need to make the portion that is going to engage the crown roughened, and you need to make the portion that is engaging the gingiva highly polished.
And at the same time, you need to have idealized retention and resistance forms for your restoration. So if we look at the picture on the right, this is actually the different designs of abutments that we have in the clinic. We can either have the titanium abutment, and usually it is a prefabricated stock one, or we can have the zirconia abutment, either prefabricated or milled, especially for the patient. Or we have the hybrid abutment, which is titanium in the base and zirconium from above. The success and the stability of this kind of abutment is better than this kind of abutment. بمعنى, if I want to go for an aesthetic abutment or zirconia abutment, to have a vario base or titanium base adhered to the zirconia abutment, it provides better longevity than having the zirconia directly attached to the implant, let's say, platform, because this area of the abutment might fracture with time. Now, the longevity and success of this hybrid abutment and this titanium abutment, according to the recent literature, is not that much different, okay? بالعكس, وجدوا بأنه الزيركونيا بتشجع soft tissue penetration وadaptation على السطح العمقي للزرعة much better than a titanium abutment. حتى لو كانت هاي highly polished, بضل البوليش زيركونيا better for soft tissue adaptation. And whenever we are talking about cement retained prosthesis, the structure of this abutment need to have ideal retention and resistance forms as we used to learn for natural teeth, because we don't want the cement retained restoration to lose its retention or to have decementation after some time. Now, what about the types of cements that can be used? You need to know something, that the harder the cement, the more likely to scratch the implant abutment surface upon removal of excess cement. And that's why if you use zinc phosphate, the removal is much easier than glass ionomer. And if you use glass ionomer, the removal is much easier than resin cement, which is not likable by the literature at all to be used in cementation of cement-retained prosthesis. Since there is no risk of decay for the abutment, provisional cement such as zinc oxide eugenol can be used. Now, you need to remember that the use of zinc oxide eugenol is never the standard protocol of cementation for natural teeth, because there is always fear that this cement leaks with time, the retention of the bridge or the crown is lost with time, and then we're going to have caries and loss of the abutment structure. But when it comes to the titanium or zirconia abutment, which are resistant to caries, there is no doubt that using zinc oxide eugenol is good. Now, the advantage of using zinc oxide eugenol as a cement is the retrievability. بمعنى, we can be able to remove the restoration whenever repair or let's say any problem happened under the crown or in the crown itself, it will be easily retrieved. But you need to have to know that there is risk of marginal leakage and loss of retention. So patients need to know that this cement might lose its, let's say, a consistency or structure with time, and the patient needs to come back to the clinic to re-cement the restoration. And also, it cannot be used if abutment is short or very tapered. بمعنى, if you suspect بأن retention or resistance forms اللي موجودين عندك في الابطمنت مش حيقدروا يساعدوك لحتى الإلصاق يستمر لمدة طويلة, يفضل أنك تروح لpermanent cement instead of temporary cement. So these are the examples of permanent cement that can be used. And this is one of the best documented temporary cement to be used in the literature. Now, how am I going to control the volume of cement so that I prevent the impaction of cement subgingivally? There is a technique that I like to use in the clinic, and I'm going to illustrate the steps of this technique for you so that you can use it in your clinics as well and prevent impaction of subgingival cement, especially in the posterior quadrants. I usually line the fitting surface of my prosthesis with Teflon tape, and then I bring the gun of my polyvinyl siloxane impression material and put it in the fitting surface of the restoration. Okay, before that, I make sure that the Teflon tape is having the fitting surface shape exactly by putting the crown over the abutment. This will squeeze the Teflon tape to the fitting surface exactly. Then
The polyvinyl siloxane material is injected in the fitting surface of the crown. We wait for the material to set, leaving this excess material to act as a handle. We don't remove it at all. When the material is set, we remove it from the crown, as you can see. We remove the Teflon tape, and we can see that we have now an analog for the fitting surface of the crown where we can actually pack the cement later on. So in the later steps, I mix the cement according to the manufacturer instruction. I bring my polyvinyl siloxane analog. I squeeze it inside the fitting surface of the crown. I wipe all of the excess cement that has been going out of the restoration. I wipe all of this margin. Then I seat the restoration. I remove all of the cement that has remained outside. And then my procedure is done safely and completely without any impaction of cement subgingivally. Hopefully, we need to take an x-ray to make sure that there is no excess cement subgingivally. And in here, I need to inform you that you should always check the barium sulfate content of your cement, because it's very important for your cement to be radio opaque to be detected on the x-ray, so that if you have any excess cement subgingivally, you can easily detect it and then do further cleaning or maybe instruct the patient for the need of any flab reflection to make sure that there is no excess cement remained around. Okay, now when it comes to the challenges of cementation, we need to know that if the cement becomes impacted below the margin, its removal is problematic. So as they say, al-wiqaya khayrun min qintar ilaj. So if you prevent the impaction, this is better than treating the impaction. We should remember this all of the time. Access might be extremely difficult, if not impossible, without reflecting a soft tissue flap. The thought in the past that venting, انهم يعملوا مثل فتحات تهوية صغيرة, within the restoration, خليني أورجيكم إياها. Yeah. مثل هاي الريستوريشن, this is a multi, let's say, a multi-unit bridge. They made like vents, small areas of escape for the cement at the cervical margin of the restoration, in the lingual part of the restoration. They thought that this venting will prevent any subgingival cement impaction. It was not actually confirmed, as it has been found that venting makes the seating of the restoration much easier, but it will not prevent the impaction of any subgingival cement. They thought that using a retraction cord will prevent the impaction of cement subgingivally, but they found that if you put a retraction cord, you might sever the epithelial attachment اللي إحنا أصلاً عنا إياها compromised around the implant, وراح تخلي السمن to be impacted حتى beyond the retraction cord itself. So ما في ولا طريقة تم إثباتها علمياً إنه بإمكانك تمنع فيها subgingival cement impaction غير إنك جد تشتغل على موضوع ال volume of cement وعلى موضوع ال gingival margin of your restoration إنها تكون عالية قدر الإمكان في منطقة يسهل تنظيفها. غير عن هيك رح نعلق بمشاكل cementation. Now I'm gonna explain some scientific facts when it comes to the challenges of cementation. The process of removing excess cement from subgingival margins can lead to scratching of the abutment, and cement removal can be incomplete. The deeper the margin, the greater the amount of undetected cement. وجدوا إنه كل ما كان المارجن 2 ل 3 ملم subgingivally وأكثر, إحنا بمشكلة أعظم. ثلاثة, وهذا الإشي مهم, about 81% of implants restored with cement retained single crowns with clinical and radiological signs of peri-implantitis had actually residual cement present. So this is important to be remembered, as in this case, the patient ضل يعاني من continuous suppuration وswelling beside the implant. شفنا كل هاي subgingival cement, flap is reflected, subgingival cement is removed, وصار في عنا continuous healing the tissues beside the implant. So this is maybe the most important disadvantage of cement retained prosthesis. Now let's shift to screw retained prosthesis, and let's talk first about their advantages. Number one, retrievability. You can easily retrieve the restoration. You need to drill the composite, reach the screw. You need to loosen the screw, remove the restoration, repair anything wrong with this restoration.
You can avoid the trapping of semen subgingivally, and this means less risk of peri-implantitis. مع إنه الليتريتشر ما كتير أكد هاي النقطة، لأنه peri-implantitis بالscrew retain restoration ممكن تصير لأسباب تانية مثل for example screw loosening والسماح للبكتيريا to impact the abutment implant junction. رقم ثلاثة، predictable retention especially في الحالات اللي بيكون في عنا فيها limited interocclusal space where cement retention would be compromised. Now when it comes to the disadvantages and concerns related to screw retained prosthesis, we need to focus on the following. Success depends on implant angulation and position, and that's why prosthetically driven implant placement is very important when it comes to screw retained prosthesis. We can't guarantee guessing when it comes to screw retained prosthesis. We need to plan for the screw hole position ahead of the implant placement, and this is important. Screw loosening, and this is one of the most important drawbacks of screw retained prosthesis, may be unesthetic, especially in posterior area where we can't provide the patient with continuous occlusal ceramic surface because of the presence of composite restoration as a filling for the axis hole area. Porcelain chipping and fractures around the axis hole. So the most common problem associated with screw retained prosthesis is the loosening of the screw that happens most of the time in maxillary prosthesis, which is sometimes advantages and other times it's not. رح نحكي هذا الإشي كمان شوي. And this is a case where the distal or the mesial surface of the restoration has been fractured around the palatal axis hole of the prosthesis. Now, when it comes to the screw retention in the aesthetic zone, we need to خلينا نحكي نفكر بحذر أكثر لأنه the anterior implant need to be placed more palatal than for a cement retained restoration because the axis hole to the prosthetic screw is placed in the cingulum area. So most of the time, this screw axis hole is placed at the cingulum area, and this means the implant need to be placed more palatal so that we can fit the screw and we can have sufficient thickness of the facial ceramic material without any compromise in hygiene, in aesthetics, or in any other issue. بمعنى, if the implant is placed more facially, it becomes يعني somehow compromised إنه نعمل screw retention بالesthetic zone مع good aesthetic result ومنصير نحول للcement retained restoration ونفكر في كل تبعات cement retained restorations. Now what about screw retention and lack of interocclusal space? It has been found that if you have limited interocclusal distance بحيث إنك ما عم تقدر تعطي patient abutment with the proper retention and resistance forms for cement retained purposes, you can have or you can think of screw retained prosthesis. Because if the cement retained prosthesis, as in this case, is placed over short abutment, and this will lead to recurrent loss of retention وغلبة للمريض ولإلك مع الوقت. So with screw retention, ممكن حتى كمان تحصل perfect emergency profile حتى لو كان عندك limited interocclusal distance. هلا بدي اياكم تعرفوا شغله انه متى ما الانتر اوكلوزال سبيس كان اقل من 4 مليمتر ممنوع افكر بسمنت ريتيند بروستيسز. اي شود اولويز شيفت سكرو ريتيند بروستيسز لانها ما بدها هالانتر اوكلوزال ديستانس العظيمه اللي بتحتاجها السمنت ريتيند بروستيسز. Now, screw loosening, اللي هو أهم مشكلة منواجهها مع screw retained prosthesis, السؤال هو why? Many issues are actually mentioned in the literature, واللي براجع literature بعد 2000, let's say, وعشرة, غير عن literature اللي بيتراجع قبل 2010, لأنه أسباب screw loosening تغيرت. رقم واحد واللي هي أنا بعتبرها one of the most important reason, ما عملنا adequate tightening للسكرو على التورك اللي حكت عنه الشركة. هلا دائما بدك تفحص بالكتالوج تاعك لكل نوع ابوتمنت بدك تستخدمه لهالشركه اللي انت بتتعامل معها فور امبلانتس ايش النيسيسري تورك لحتى توصل السكرو للبيرفكت توركينج. اوكي، اثنين، بدك تتذكر دائما انه اي سكرو بالعالم بصير له ريلاكسيشن مع الوقت، وانك لازم تعمل ري توركينج بعد 10 دقائق من التورك الاول لتضمن انه السكرو مش حيصير له لوزنينج بالمره. رقم ثلاثة، ممكن الابطمنت ما قعدش بالكامل بمحله، هي مشكلة كتير كبيرة بتصير إذا الدنتست ما أخذ صورة أشعة بعد البليسمنت أوف ذا ابطمنت وما عرف إذا الابطمنت قاعد في محله صح ولا لا. رقم أربعة، الأوف أكسس سنتريك فورسز اللي منواجهها لما الإمبلنت يكون محطوط بزاوية
لما يكون في عندنا cantilever prosthesis، مش بالضرورة يا جماعة whenever I talk about cantilever prosthesis يكون قصدي cantilever bridge أو full arch prosthesis with a distal cantilever. لا، ممكن أنت الimplant نفسه كposition ما كان perfect، for example in the area of the sex، ولما حطيت الكراون، الكراون كان معلق بالهواء بالكامل في distal part. This is a distal cantilever related to this implant and this will increase the probability of screw loosening with time. أو الناس اللي لسه قاعدة بتدمج implant to natural teeth مع بعضها، أنا بعرف إنه لآخر literature review موجود عنا ما قدروا يحكوا لنا بالكامل إنه هذا الإشي بيصير أو ما بيصير، بس هم يحكوا whenever possible نتجنب نربط implant with natural tooth لأنه هذا الإشي ممكن يعمل مشاكل في الimplant، وحتى في natural tooth بيعمل intrusion وبيعمل مشاكل في الimplant in issues of screw loosening, material fracture and other issues. And this is how when we take an x-ray in the Brova session or in the tri-incision, we can make sure if the abutment is fully seated in its place or not. You need to have the abutment implant connection as tight as in this image on the right. But when you have a gap between the abutment and the implant as in the image in the left, we can make sure that this abutment needs more screwing inside لحتى ما يصير في عنا loosening لهذا السكرو مع الوقت. هل في other issues تم مناقشتها في الليتريتشر؟ نعم، كل ما كان السكرو دياميتر أصغر كل ما كان فرصة إنه يصير له لوزنينج أعلى. التيتانيوم سكروز بصير لها لوزنينج أكتر من الجولد بليتد سكروز. وهون لازم أحكي لكم شغلة، إنه بدكم تتعاملوا مع الشركات اللي بتعطيكم لكل أبطمنت تو سكروز، بحيث سكرو يستخدموا المختبر في إنه بكل البروسيجر تعيته، وسكرو تاني ما يصيبوا التكنيشن بالمرة، يكون مسكر يوصلكم على العيادة بتشيلوا السكرو تاع المختبر بتحطوا السكرو الجديد وبيكون لأول مرة عم يستخدم داخل تم المريض. ولأنه الجولد بليتد سكروز بتكلف أكتر من التيتانيوم سكروز، ممكن التيتانيوم سكرو يكون للتكنيشن والجولد بليتد سكرو يكون لإلكم لتضمنوا أنه فرصة اللوزنينج بالمستقبل تكون أقل. رقم 3، أي مايكرو موفمنت سببها مايكرو جاب بين الإمبلانت والأبطمنت هتعمل تورك زيادة على الزر على السكرو وتعمل له لوزنينج أو فراكشر مع الوقت. ورقم 8 سوري، incorrect or incompatible parts، عشان هيك لازم تكون عارف السيستم تاعك. يعني أنا ما بقدر أحط أبطمنت من شركة ليجاسي وأعملها سكروينج بسكرو من شركة سترومان for example. So سترومان material need to be used together and legacy materials need to be used together and all of the information related to the system needs to be documented in the patient's file لحتى نقدر نرجع لها في المستقبل. Now what about the scenario؟ يعني الناس هلأ بتسأل إنه كيف هاي عملية السكرو لوزنينج، إيش الستبس اللي بتصير فيها؟ If I know the scenario I can know where I can interfere and prevent the scenario from happening. So I don't want to reach to this level in أشيل الكراون وأشيل السكرو من تم المريض وأكون شايل الكومبوزيت وعجقة وأرجع أثبته مرة تانية، ما بدي أوصل هالمرحلة. معناها most of the time it is inevitable when it comes to implant prosthesis especially in single restoration and full arch reconstruction. Any discrepancy in seating of abutment, screw torquing or off-axis occlusal forces will lead to fulcrum points at abutment implant interface. And these fulcrum points overcome the tightening force of the screw, so eventually screw gets stretched, broken or loosened. فكل التورك اللي بيتركز عند الابطمنت implant interface as in this radiograph, كل التوركس اللي بتركز بها المنطقة هاي الابطمنت توجه لللوزنينج. هل هذا الاشي بيمنعني اني استخدم السكرو ريتيند بروستيسز ان ماي كلينيك؟ شو بيصير يعني اذا عندي سكرو لوزنينج؟ بدنا نفهم بعض الاشياء اللي نحكى عنها بالليتريتشر. Screw loosening can be advantageous since the weakest component within the implant-supported restoration is the screw. بمعنى, a loose prosthetic screw can protect the implant under the loose crown from being fractured. So sometimes loose screw is actually a bliss, it is not a curse at all, لأنه رح يحميك ويمنع يصير إشي أكبر إنه الimplant for example أو الابطمنت إنه ينكسر.
But for screw retained full arch prosthesis, لازم دائما نتذكر انه كل مره سكرو بصير في له لوزنينج، كل الابطمنت بتحمل لود زياده، وهذا ممكن يعرضني لمشاكل ميكانيكيه اكبر when it comes to that. So بالسنجل ريتيند ريستوريشن السكرو لوزنينج ممكن يكون ادفانتجس لانه بيحمينا من شغلات اعظم، بس بالفول arch reconstruction ممكن السكرو لوزنينج يكون مشاكله اكبر من هيك، لانه once an abutment screw is loosened هذا معنى كل الاذر ابطمنت حتاخذ لود the unfavorable amount and position and direction. Now, when it comes to some scientific fact in terms of screw loosening, some reports indicate that almost 50% of maxillary prosthetic screws loosen at least once during the first year. So, أغلب الstudies, for some reason, بتحكي لنا إنه maxillary restoration معرضين للscrew loosening أكثر من mandibular restorations. A single tooth implant study observed إنه 65% من loosening of screws بصير خلال 3 سنوات من الاستخدام. إذن recurring and cemented prosthesis are a rare occurrence compared with loose abutment screws. يعني بمعنى إنه يرجع لك المريض اللي صار له loosening of cemented prosthesis مرة يرجع لك مرة تانية وثالثة، فرصتها كتير أقل من إنه مريض عامل screw retained prosthesis يرجع لك مرة تانية وثالثة ورابعة. يعني once a screw is loosened فرصة إنه يضل يصير له loosening كتير أعلى من فرصة إنه تفقد الretention ل cemented crown، وهذا إشي بصراحة بيخوف when it comes to screw loosening issue in terms of screw retained restorations. عشان هيك it's actually the time that I explain something to you that has been invented بعد الثمانينيات في مرحلة الimplant dentistry اللي اسمه platform switching. So المبدأ بالplatform switching إنه أنا ما بدي الabutment والimplant يكون إلهم نفس الديامتر at the interface of abutment-implant junction. I need the abutment to have a narrower diameter so that its margin is placed inside the implant related to the diameter of the implant platform so that I shift the implant-abutment junction internally. So هذا الجنكشن اللي بيضلوا يعبي بكتيريا وبيضلوا ياخد ستريسز، بدل ما اني احطه على المارجن تماما اكسترنالي بعمل له شيفتنج او بعمل له سويتشنج الى الداخل فور اكشلي ا بروتكتيف بيربزز. بعد ما اكتشفوا البلاتفورم سويتشنج، ومع انه هو بلش كنظريه، وجدوا بانه في كتير ايجابيات ممكن ناخذها من هذا الموضوع. سو الفكره الرئيسيه منه انه الابطمنت از يوز ذات از سمولر ان دايامتر ذان ذا امبلانت بلاتفورم، وانه السبب ليش حولنا من اكسترنال هيكس لا internal hicks إنه بدي أقلل فرصة البون لوس وبدي أقلل فرصة السكرو لوزنينج اللي بتصير مع الوقت. So الحسنات اللي قدرنا ناخدها من البلاتفورم سويتشنج، واحد الإمبلانت أبطمنت جنكشن is located internally away from alveolar bone، وهذا الإشي له biological وميكانيكال advantages. biologically إنك بعدت البكتيريا عن العظم فهذا بيقلل فرصة ذوبان العظم، وميكانيكالي إنك قللت من تركيز الستريسز على السكرو فهذا بيقلل من فرصة السكرو لوزنينج. So these are two important advantages of platform switching. So you will reduce the bacterial leakage and you will reduce the mechanical stresses. 2. You will preserve the crystal bone at a higher level. أغلب الستديز اللي درست البلاتفورم switched implant وقارنتها مع الاكسترنال هيكس implant وجدت بأنه we can preserve the crystal bone at a higher level، وهذا معناه more success and stability of implant. كمان you can preserve the soft tissue around implant at a higher level. هلأ زمان إذا بتلاحظوا كان البون أو الكريستال بون يبلش من هون والسوفت تيشو تبلش من هاي المنطقة، ممكن بالبلاتفورم سويتشنج نحصل السوفت تيشو at a higher level والكونكتيف تيشو attachment at a higher level، وهذا بيمنع فرصة البريميكوسايتس والبريمبلانتايتس أو على الأقل بقللها from around the implant plus بيضمن لي better biological width formation around the implant. وهذا الحكي of course is very important for interdental papilla and interimplant distance especially in the aesthetic zone area. فالبلاتفورم switching حمتلنا من ذوبان العظم، حمتلنا من عدم تشكل البابيلا، قللت اهتمامنا بالinterimplant distance بس أكيد مش لازم تقل عن 3 مليمتر قدر الإمكان، وبنفس الوقت حمتلنا السكرو من إنه يضل يصير له loosening مع الوقت. عشان هيك لما بدك تقرأ أي دراسة بتحكي لك إنه نسبة السكرو loosening 60 أو 70%، بدك تعرف شو نظام الإمبلانت اللي تم استخدامه. Is it a platform switched implant ولا original platform not switched أو external hicks implant، لتعرف إذا الأرقام اللي أنت عم تقرأها منطقية ولا لا.
Now, one of the most important advantages of sclerotendy prosthesis is the retrievability. ممكن واحد يسألنا دكتورة ليه بدي أرجع الريستوريشن؟ What are the advantages of retrieving any sclerotendy prosthesis or any prosthesis over implant at all? واحد, you might think of maintaining that prosthesis. اثنين, you might think of repairing that prosthesis. ثلاثة, you might think of hygiene. Because most of the time, especially in full arch reconstruction, and even if you are actually placing a space for interdental brush positioning under the reconstruction, the patient needs the dentist to remove the restoration, clean it, and then screw it back in position. This is actually very difficult when it comes to cement retained prosthesis, but much easier with screw retained prosthesis. In cement retained restoration, إذا كنت محتاجة أي repair أو صار في عندي loosening للأبطمنت, مستحيل أقدر أصلح المشكلة من غير ما أخرب البروستيسز, مع أنه في كتير طرق تم اقتراحها في literature for retrieving any cement retained prosthesis by detecting the area through the occlusal surface where we can find the screw for the abutment, drill through the occlusal surface until reaching the abutment and removing the screw. But most of the time you might lose the crown and the abutment in this case because you might drill down, not reaching or not knowing if you have reached the abutment or not. You might drill the screw and not be able now to remove the abutment from the restoration. So it might not be a safe procedure along with cement retained prosthesis. Screw retention becomes more necessary in extensive cases where a prosthesis needs more maintenance. So, any cantilevered prosthesis, any full arch implant reconstruction, يفضل قدر الإمكان نحولها إلى screw retained prosthesis. This is actually a nice case where the dentist has milled Emax or lithium desilicate crown to be used as a screw retained restoration for the patient. Actually, I don't know why he shifted to Emax, but maybe because the repair of Emax is much easier than the repair of zirconia, as this material is etchable. So you can etch it, you can add composite to it if any fracture or chipping happened. After that, this crown was actually attached via resin cement to the abutment, okay, to be used as a screw retained or screw cement retained restoration. So this is the superstructure. This is the barrio base or the abutment attached to the restoration after being crystallized, stained, and glazed. And here we are replacing the restoration. The occlusal access hole is actually filled with composite resin with somehow matching shade with the ceramic restoration. And this is the radiographic x-ray. We can see the perfect contact. We can see the cleansable area below the implant. We can see the perfect seating of the abutment and the restoration that has been cemented to this abutment. So المفروض الديمومة والنجاح لهيك restoration تكون كتير طويلة. بس ما في إشي بيمنع إنه يصير عندنا screw loosening خلال أول سنة أو أول 3 سنوات أو حتى 5 سنوات من الاستخدام. In cement retained prosthesis, ممكن إذا السمنت اللي استخدمناه مؤقت أو soft نضلنا قادرين نسترجع التركيبة. Screw retained prosthesis can be retrieved when the occlusal filling is removed and the screw is loosened. Once the prosthesis is reinserted, really screw retained, يا إنك بتعمل torquing من أول وجديد للسكرو, يا إنك بتبدله بسكرو جديد وبترجع بتلزق أو بتسكر الأوكلوزال access بcomposite restoration جديدة. So cement retained, إذا ملزق بزنك أوكسيد يجينول على الأبطمنت, إزالته سهلة. وmost of the time, إذا كان زيركونيا بدك تشيله بحذر لأنه ممكن يصير في عنا shipping أو fracture في الماتيريال. إذا كان سكرو ريتين بدك تشيل الكومبوزيت اللي على الأكسس هول, بدك توصل للسكرو اللي أنت بتكون حاميه إما بقطنة أو بتفلون. أنا بفضل تفلون, في ناس بتحط جتا بيركا فوق السكرو أكسس لحتى تقدر تشيلها وتقدر توصل للسكرو من غير ما تخدشه وتفكه وتصلح المشكلة اللي صارت عندك. Prosthesis misfit, يعني إذا بنطلع على الصورة اللي عايدنا اليمين, ما حدا بيحب يكون عنده بالعيادة بالفول arch reconstruction الجاب هاي اللي موجودة ما بين الابطمنت أو الفريمورك والإمبلانت. ما حدا بيحب هاي الجاب تكون موجودة لأنها for mechanical and biological reasons this is not good. But if you have this undistinguishable margin between the framework and the implant, this is what we all need to prevent bacterial leakage and to prevent any concentration of stresses at the cervical margin of the restoration with any other consequences is not actually needed. So we need to have a passive fit of the restoration over the implant structure so that we can make sure that this prosthesis can have long-term success and longevity. So
الكومبليكيشنز اللي بتصير اذا كان عندنا مسفت اللي هي بايولوجيكال كومبليكيشن، بمعنى انه بيصير في عندنا زياده نقل في اللود للعظم وزياده البون لوس، وفي عندنا بروستاتيك كومبليكيشن انه بيزيد فرصه اللوزنج او الفراكشر في السكرو والابتمنت والامبلانت، فما حدا بده هيك. كنا بندور على هيك بغض النظر عن الطريقه، از ات ليزر ويلدينج، از ات ذا كات كام مانيفاكتشرنج اند ميلينج ذا 3 دي برينتينج. بدك تلاقي طريقه في مختبرك انك تحصل الباسيف فيت والبيرفكت فيت بين الامبلانت والابتمنت على المارجن او الانترفيس اللي احنا كلنا نحكي همه. Now we need to discuss some scientific facts when it comes to prosthetic misfit. In the symmetry tend restoration بتقلل الستريس للعظم وللimplant abutment interface لأنه فرصة الpassive fitting في symmetry tend restoration شوي أعلى. The screw retained restoration بتعطيني tighter margin than the cement counterparts لأنه دائما في عندك spacer للسمنت، فدائما في عندك gap صغيرة بين the cement retained restoration والabutment، بينما بالscrew retained ما عندنا cement فالmargin اللي أنت بتنتجه بيكون tighter وأفضل. The cement retained restorations are always at risk of colonization of restoration implant space with bacteria, which may result in cement dissolution and gingival inflammation. So دائما بدك تفكر إنه في حسنات وسلبيات لكل reconstruction type عندك بالعيادة. إذا فرصة the passive fit في cement retained أعلى، بس فرصة إنه المارجن يكون في جاب وإنه يتعبى بكتيريا ويذوب اللاصق ويصير عنا gingival inflammation كمان أعلى. فإذا مننا نفكر بطرق especially بالfull arch reconstruction نحصل فيها passive fitting مع السكرو ريتيند ريستوريشن عشان نقدر نستفيد من شغلة التايتر مارجنز اللي بيعطينا إياها هذا النوع من الريكونستراكشن. When it comes to aesthetic and hygiene بدنا نتذكر إنه cement retained prosthesis بتعطيني better aesthetics لما يكون البكولينج والدايمنشن للأكلوزال تيبل تاعي كتير صغير، بمعنى ما عندي مجال بهذا الأكلوزال تيبل أحط سكرو أكسس هول، بصفي موضوع cement retained أفضل. This prevent over contouring and promote the design of emergence profile preferable للperi-implant tissue. The emergence profile بالanterior cemented crown does not require a facial porcelain overlap and which compromises hygiene because the implant may be placed under the incisal edge rather than the cingulum. This is actually important because most of the time when we shift to screw retained prosthesis in the aesthetic zone, we need to plan for the position of the access hole ahead to be placed at the cingulum area. But if the implant is placed at the incisal edge area, okay, ممكن ما يكون كتير سهل إني أعمل screw retained restoration أو مثلا كانت placed too much palate. ممكن السكرو اكسس هول تكون كمان تو ماتش بلتل واضطر اعمل ريدج لاب انتيرير اللي على اللثه لاقدر احصل الفيشل بوزيشن للانسايزرز بالمحل اللازم تكونه. فدائما بالسكرو ريتيند ريستوريشن وي نيد تو بلان اهيد ذا بوزيشن اوف ذا سكرو اكسس هول نوت تو لينجوال نوت تو فيشل لحتى اكون ضامنه انه ما يصير في عندي فيشل اوفرلاب ولا اني اتحول لسمنت ريتيند بروستيسز فور اني ريزن. ذا استاتيك اوتكم اوف سمنت ريتيند بروستيسز از يوجولي مور بريدكتابل، وما بدها التخطيط العظيم اللي بنحتاجه بالعاده بالسكرو ريتيند بروستيسز. So screw retained restoration بدها precise implant placement عشان نتجنب الـ off-axis loading. الـ screw retained anterior restoration ما بنقدر نعمل له loading ideal مثل الـ cemented retained restoration عشان الـ position تاعهم، فدائما بيكون في عنا شوية facial cantilever when it comes للـ screw retained restoration. Okay. غير انه دائما في عنا screw axis hole بدنا نعبيها بكمبوزيت، وهذا الاشي بيخفف الاستاتيك للناس اللي بتدور على استاتيك. بالنسبة للأكلوزال material fracture definitely more common with implant than natural teeth لأنه ما عنا periodontal ligament ليمتص الستريسز، فدائما الريستوريشن اللي فوق الزرعات معرضة لأكلوزال forces أعلى، وهذا اللي خلى الناس تتوجه للزيركونيا over implant بوقت كتير متأخر. كانت كتير الناس تخاف لأنه الزيركونيا is a hard material إنها تاخد occlusal forces أعلى وتنقلها للزرعة وتعمل لنا mechanical وbiological problems، بس وجدوا مع الوقت إنه البيهيفير ممكن يكون acceptable، مع إنه ما في عنا هاللونج تيرم longevity studies بالليتريتشر، أغلبهم درسوا البيهيفير تاع الزيركونيا لخمس سنوات مش أكثر. Ideal occlusal contact in screw retained prosthesis ممكن ما يكون possible لأنه تقريبا نص الأوكلوزال surface is occupied بالسكرو هول اللي إحنا حاطينها. A decreased
incidence of porcelain fracture is seen with cement retained restoration. وشغلة أخيرة, once the material fractures, حتى لو صلحتها, فرصة إنها تكسر مرة تانية وتالتة بتكون كتير أعلى. فsometimes بوصل لمرحلة بالscrew retained prosthesis أبدل البروستيسز بالكامل لأنه ما عم يزبط تصليحي وترقيعي لإلها مع الوقت. When it comes to retention, we need to always consider إنه cement retained restoration تتأثر بطول والديامتر والتايبر والسيرفيس اريا والاندكسنج والسيرفيس رفنس تاعيت الابتمنت. عشان هيك اقل هايت مسموح لي استخدمه او انتر اقل ابتمنت هايت هو 5 ملي, وضيفوا 2 ملي لسماكه الكراون او البريدج, يعني اقل انتر اوكلوزال ديستانس مسموحت لكم لتعملوا سمنت ريتيند ريستوريشن هي 5 الى 7 ملي, هي اقل إشي مسموح لنا. اذا الانتر اوكلوزال سبيس كان 4 ملم واقل يفضل انك تتوجه للسكرو ريتيند بروستيسز. بالسكرو ريتيند ريستوريشن الريتنشن از اوبتيند بانك تشد البرغي, واللوس اوف ريتنشن معناه انه البرغي صار لوز, بينما بالسمنت ريتيند ريستوريشن الالصاق هو اساس التثبيت, وفقدان الالصاق هو اساس انه يصير عندنا لوس اوف ريتنشن. بالنسبه للبروفيجنالايزيشن, وهي شغله كثير مهمه بالاستاتيك زون, متى ما حطينا في بالنا نعمل إشي مؤقت للمريض فور استاتيك اور فور موديلنج اوف ذا سوفت تيشو, وي نيد تو ثينك اوف سكرو ريتيند بروستيسز. سو فور بيتر استاتيكس اند بيتر مولدنج اوف سوفت تيشو اند بروبر ايمرجنسي بروفايل, ممكن اعمل بروفيجنالايزيشن بعد وضع الزرعه. وجدوا في الليتريتشر بانه استخدام سكرو ريتيند بروفيجنال ريستوريشن از بريفرد اوفر سمنت ريتيند. طب واي؟ فعنا أكثر من سبب ليشرح الموضوع. الأول إنه ممكن باستخدام السكروز إنه نعمل سيتنج للبروفيجنال ريستوريشن ونعمل إكسباندنج للبيري إمبلانت ميوكوزا قد ما بدنا. سكروز كان بسكرود إنتو لاب أنالوجز تو ترانسفير إمرجنسي بروفايل, سو عملية نقل الإمرجنسي بروفايل من تم المريض لا الفاينل إمبريشن أسهل. السكروز بيعطوك most definitive and rigid splinting, especially لما multiple implants are actually used. So هذا الامرجنسي بروفايل اللي أنا عملته بهاي البروفيجنال ريستوريشن, وهذا الريدج لاب اللي كنت أحكي عنه قبل شوي. أوكي, هذا الريدج لاب إذا الامبلانت محطوط تو فيشل ما حقدر أعمل سماكة سيراميك زي ما أنا بدي, ومش حقدر أحط الأكسس هول بمكان ثابت. وإذا الإمبلانت كان محطوط تولينجوال هذا الريدج لاب حيكون أطول, فحيصير فرصة التنظيف تحت الزرعة أصعب, ورائحة الفم اللي بيشكي منها المريض أعلى, وضرورة المينتيننس للريستوريشن بيكون أكبر. So هذا هو الإمرجنسي بروفايل, المنطقة اللي معلمة باللون الأزرق واللي قدرت تعمل لي هذا الشكل في لثة المريض. كتير أسهل إني أعمله بالسكرو ريتيند ريستوريشن, تقدر تعطيني مور expansion للبيري امبلانت تيشو, تقدر تنقل لي هذا الامرجنسي بروفايل للامبريشن بطريقه اسهل, واقدر ارجع البروفيجنال ريستوريشن بتم المريض بلا ما انها تتغير او يتغير اي شيء علي, وبنفس الوقت بتقدر تعطيني تايتر وريجيد سبلينتينج سبيشالي اذا كان عندنا مالتيبل امبلانتس. Now the last part of the lecture will describe الفرق بين السكرو والسمنت ريتيند بروستيسز بالكلينيكال ابلكيشن. Cement retained restoration في إلها more biological complication بفعل residual cement, معناها فرصة marginal bone loss أعلى, فرصة bleeding on probing أعلى, وفرصة إن يكون عندنا deeper pocket depth مع cement retained أعلى. السكرو ريتيند ريستوريشن فيها مور تكنيكال كومبليكيشنز, بمعنى فرصه السكرو لوزنج اعلى, فرصه السكرو فراكشر اعلى, وفرصه الشيبينج اوف فينيرينج سيراميك كمان اعلى. ناو وين ات كم تو امبلانت سبورتد سنجل كراون اند شورت سبان بريدجز, هل الليتريتشر حكى في فرق كلينيكالي سيجنيفيكانت بين استخدام السكرو والسمنت ريتيند بروستيسز؟ والله الليتريتشر بيحكي لكم انه السكرو او السمنت ريتيند ما في أي significant difference بيناتهم في clinical parameters, بمعنى إنه الشويس ممكن ينبنى بناء على ضرورة الجمال بهاي المنطقة, الانتر arch space اللي موجود عنا, الimplant paralysis والposition والangulation اللي قدرنا نحصلها, والavailability of angulated abutments اللي موجودة عنا to compensate, الgingival biotype, the thinner the biotype, كل ما توجهنا للسكرو لأنه ما بدي thin biotype و residual cement ويصير عندي complication of gingival recession. Of course the personal expertise, ما كنت عم بتناقش مع زميل قبل شوي إنه السكرو ريتين دايما أحسن. أي بني آدم حاسس حاله experienced أكتر في السكرو ريتين دي بروستيسز ممكن يلغي السمنت ريتين دي بروستيسز بالكامل من عيادته ويضلوا فقط على السكرو ريتين دي بروستيسز. كات كام أبطمنت
and or framework are preferred over the stock أو the prefabricated لأنهم بيعطوك aesthetic أحسن وبيقللوا من biological complication لأنه فيك تتحكم بموقع الفينش لاين بصورة أفضل. When using any cemented protocol المارجن لازم يكون أقل من 2 مليمتر subgingival ولازم يكون عندك أي protocol for meticulous cementation technique لتمنع أي impaction of subgingival cement. So this is important. This is an example of customized zirconia abutment where the finish line is placed supragingival or equigingival for the placement of this cement retained restoration. And these are customized titanium abutment that were used to place cement retained short span bridge over them with supragingival margins to prevent impaction of subgingival cement. And this is an example of screw retained restoration where you screw the abutment and then you screw the crown over it or you cement the crown over the abutment and use one screw to screw it over the implant and then you fill the access hole with composite or any other restorative material. When it comes to long span implant supported bridge, now focus, we're talking about long span bridges, maybe full arch reconstruction. Screw or cement retained, ما في فرق في literature في clinical parameter, ولكن كل ما كان الاسبان أطول فرصة المسفت أعلى. أوكي؟ فممكن نحتاج لتكنيك كتير أدق بالسكرو ريتيند إني أحصل passive fit بس الموضوع ممكن يكون أسهل بالسمنت ريتيند ممكن يكون أصعب بالاثنين إذا ما كان عندنا perfect parallelism of the implants used فالموضوع مش سهل إني أنا أعممه بأي طريقة. Screw retained restorations are preferred for any long span and cantilevered reconstruction for the purpose of retrievability and easier to maintain and hygiene maintenance. In case of full arch reconstruction, multi-unit abutments is strongly suggested. This is the multi-unit abutment. It has two screws. One screw is used to screw the abutment to the implant and another screw is used to screw the reconstruction over implant. Most of the time, these abutments are used in all-on-4 and all-on-6 reconstruction with some length of distal cantilever by many companies, like, for example, the Blue Sky company and the Stroman company. This is a very nice diagram illustrating the latest literature support for the different uses of screw and cement retained prostheses in the clinic. Now, they say in the anterior aesthetic zone, okay, you can either go to screw or cement retained based on the implant positioning. If the implant position is ideal, you need to go, you can go for screw. If the implant position is not ideal and it can be compensated by the angulated abutment, you can shift to cement retained prostheses. And whenever you need also to ask yourself, is the implant bone level or soft tissue level? Because in both cases, you can actually either go to cement or screw retained based on the position of the implant. If the occlusal space is inadequate, أقل من 4 millimeter, screw retained is preferred. In the posterior area, if the implant position is ideal, you go to screw. If the implant position is not ideal, you go for cement. If there is intact or intact occlusal surface is desired for the patient or the crown is of narrow diameter, you can go for cement retained prosthesis. So the final thing to be discussed in this lecture is the conclusion. What are the conclusion for the clinical benefits of screw retained reconstructions in the clinic? واحد, in the presence of minimal interarch space, minimum of 4 millimeter, for bridges with a cantilever design, for long span bridges, to avoid an additional risk factor with possible cement remnant, especially if the subgingival margin is more than 2 millimeter. In the aesthetic zone for provisionalization of implant to enable soft tissue conditioning and finalization of the emergency profile when retrievability is desired, especially in cases where hygiene, maintenance, and repair will be needed in the future. When it comes to cement retained reconstructions, we need to think of it when we have 4 short span reconstruction with margins at or above the gingival level to compensate for improperly inclined implants, for cases where an easier control of occlusion without an access hole is desired, as in cases where we have narrow diameter crowns. هيك بنكون خلصنا الليترتشر ريفيو لغاية عام 2018 بما يتعلق بموضوع سكرو وسمنت ريتيند بروستيسز. أنا بصراحة ما كنت أشوف إشي فرح أشوف إذا في أسئلة نقدر نجاوب عليها هلأ.
وإذا أي حدا عنده مثلا شغلة بيقدر يحكي لنا إياها من خبرته في العيادة أو من مراجعته للليترتشر، كمان مش غلط إنكم تذكروا لنا إياها بالتعليقات. هلا بالنسبة للمحاضرة يا جماعة، أنا انتبهت إنه الفيسبوك بيلغي هاي الأشياء بعد وقت لأنه بيعتبرها violation لإله، لأنه هم عندهم they have their own you know video conferencing option، بس مش كتير easy الاستخدام تاعه، فأنا ما بضمن صراحة قد ممكن تضلها. بعتذر منكم إذا راح تزيها، دولاك التنتين راحوا اللي من قبل. أسامة، I think جاوبنا على سؤال ليش اللوزنينج بصير، يعني حكينا we have many reasons وأغلبها في شغلات إحنا بنقدر نتحكم فيها وفي شغلات لا. بس بدك تعرف شغلة، إنه إذا أنت ضامن السيستم تاعك من السيستم اللي داخلة في literature reviews لكتير studies وإنه السيستم مرتب، المفروض فرصة اللوزنينج للسكرو تكون كتير أقل، لأنه بيكون دارسين وعارفين شو مقدار التورك اللي لازم يتعرض له هذا السكرو، عارفين بالضبط شو اللي بيصير لهذا السكرو مع الوقت. وحكينا إنه إذا كان gold plated بضل أفضل من التيتانيوم بليتد سكروز، ويكون لك انت سكرو يكون فيه للتكنيشن تاعك سكرو تاني. سؤال تاني، كيف بدنا نقيم الانتركلوزال سبيس؟ هلا انت اوريدي رح تاخذ امبريشن للبيشنت بغض النظر كلوزد او اوبن امبريشن تكنيك، انت بتكون ماخذ امبريشن للبيشنت. هلا المفروض قبل ما انت تشتغل تكون عارف ايش الانتركلوزال ديستانس اللي انت موجوده عندك. هلا اذا انت عملت موديلنج للسوفت تيشو قررت ايش البعد اللي انت عندك، وذر يو يوز سوفت تيشو او بون سوفت ليفل، سوفت تيشو ليفل او بون ليفل امبلانت، ان ذا لاب وي كان ديسايد اذا في عندنا سبيس احط ابوتمنت واحط كراون اللي هو بمقدار 5 الى 7 ملم في البوستيرير زون، ومقدار 4 الى 6 ملم في الانتيرير زون. اذا ما عندي هذا المقدار يفضل اني اتوجه للسكرو ريتيند ريستوريشن. آمنين والله ما كنت أعرف عنكم امتحانات، موفقين إن شاء الله. نعم شكراً كثير إليك، شكراً تيسير روان رحال، شكراً كثير وهيب الأصبحي، شكراً كثير إليك. يا أكيد دكتورة ندى، هي شغلة كتير مهمة يا جماعة، حسب الميزانية بيفرق، لأنه كلنا بنعرف إنه السكرو ريتين بيكلف أكتر من السمنت ريتين دي بروسيسز، سبيشال إذا بدك تعمل معه كاستمايزد أباتمنت، حط ببالك هذا الإشي. عمار شكرا كتير لإلك، علاء الشرايري شكرا كتير، ناصر شكرا، مريم شكرا إلك، أحمد أبو العدوس شكرا، هديل اللوز شكرا إلك، ندى شكرا، مرتضى الجنيد شكراً كثير لإلك، بهاء جودة I think حكيت عن الانترنال هيكس، قلنا تحولنا لإشي اسمه بلاتفورم سويتشنج، فما بعرف هاي الملاحظة كانت قبل أو بعد. شكراً كثير حصة شوقي، شكراً أميرة، شكراً إلك. طبعاً إحنا بنشكر سيد ماجد لأنه كتير أصر علي نشتغل على هاي المحاضرة ونفيد فيها كل الناس في الأردن واليمن وأكيد كل مكان في العالم. إذا بيسألني إنه do you recommend screw retained over the cemented؟ بصراحة بس ما بقدر ألغي إنه في بحالات ما في غنى عن السمنت retained especially في الاستاتيك زون أريا، أحياناً بتعلق ما بيكون في عندك سماكة عظم باكولينجوال، زي ما بدك إنك تحط الإمبلانت شوي صغيرة مور بالاتال وتتحكم في السكرو أكسس هول، فممكن السكرو أكسس هول تتوجه مور إنسايزلي، وهذا الإشي استاتيكالي وفانكشنالي مش مزبوط للأنتيريور جايدنس. بس إنه بشكل عام سبيشالي في البوستيريور زون إذا ما في إشي بيمنع بحب أروح للسكرو ريتيند بروستيسز. بدكم تعرفوا شغلة، إذا بدكم تعملوا سكرو ريتيند بريدج شوي الموضوع أصعب من سكرو ريتيند كراون، بس بكل الحالتين بدكم تضمنوا إنه في عندكم ستريت باث أوف إنسيرشن. أوكي إذا ستريت باث أوف إنسيرشن من الأدجيسنت تيث، لأنه ما بدنا الجسر خاصة لما يكون الجسر ملزق على الأبط بدك يدخل ويطلع بأريحية. فإذا أنت ما محضر الجايدنج بلين تاعك ميزيال وديستال لهالبريدج، في عنا غلبة بموضوع إنك تدخل البريدج مع الأبتمنت أز ون يونت. وأحياناً حتى بيعملوا بحطوا نون إنجيجينج أبتمنت بجهة مثلاً ديستالي وإنجيجينج أبتمنت بجهة تاني مثلاً ميزيالي، ليضمنوا إنه الجسر يقعد بمحله من غير أي
مشاكل. رحاب شكرا كثير إلك، وثينة شكرا، مروة شكرا، عبير شكرا. طيب هلأ هون في عنا أسئلة. مداجي شكرا. تماضر عم تسأل can you please save the lecture. أوكي إن شاء الله. براءة الخطيب، ما هي الفترة المسموحة لنتقبل إنه صار losing؟ يعني بصراحة إذا صارت، يعني إذا صارت خلال أول سنة ممكن الواحد يزعل، بس إذا صارت خلال أول 3 سنوات من الاستخدام يعني ممكن يكون الموضوع متقبل أكثر. إذا شفتي في الليترتشر بيحكوا لك 50% من المكزيلري ريستوريشن ممكن يصير لهم لوزنج خلال سنة، ودراسة ثانية بتحكي إنه 65% ممكن يصير لهم لوزنج خلال 3 سنوات. فإذا الليترتشر حاكي هيك المفروض إحنا ما نزعل. أحب أسلوب المحاضرة، التجميع بين الإنجليش والعربي خليكي هيك متميزة. شكراً كثير دكتورة ندى. بهاء جودي، and what about impression analog type used if we don't have a parallel implants؟ بدك تفكر تشوف الأنجليتد أبوتمنت الموجودة عندك بالسيستم. هلأ whenever possible بدك تكون أنت عامل يعني مخطط للبروستو positioning of the restoration قبل البليسمنت of implant، وكل ما كان عدد الإمبلانتس أكثر بفضل أنك تعمل إشي اسمه surgical stent ويكون 3D guided لحتى يكون في عندك positioning accurate in terms of position and angulation للإمبلانت لتتجنب أي مشاكل في المستقبل. وأنا دائما بحكي أنه كل ما كان اعتمادنا على الأنجليتد أبوتمنتس أقل، كل ما كان الديمومة والنجاح للريستوريشن لقدام أعلى، مع أنه الليترتشر ما كتير أكد أنه في فرق بين نجاح الستريت والأنجليتد أبطمنت للسنجل أو للفول آرش ريكونستركشن. يحيى شكرا إليك، محمد عبيدات شكرا، دكتور أنس العامري شكرا، عمر ناصر شكرا. سيد بهاء، بالنسبة لأنه الـ عم تحكي لي مش الانترنال هيكس للامبلانت، الانترنال هيكس للابطمنت. شرحت هلا قبل شوي شغله عن موضوع البريدجز. هلا انا بفضل انه وين ايفر بوسيبل اذا انت قادر انك تحصل باث اوف انسرشن للريستوريشن تاعتك انك تروح ل يعني يكون في عندنا انجيجنج ابطمنت. ولكن في المالتي ريستوريشنز سبيشلي اذا كنت خايف سبيشلي الديستال ابطمنتس وانت خايف انه مثلا ما يقعدوا في محلهم زي ما انت بدك، او خايف من موضوع الانجليشن للامبلانت، انه مش غلط انك تنوع بين engaging و non-engaging abutment لحتى تضمن اريحية في انزال التركيبة. في انا عندي حالات جسورة كنت احط engaging abutment ميزلي و non-engaging abutment distally لاضمن انه يقعد في محله من غير مشاكل بصورة افضل، يعني اعطي لحالي شوية freedom of rotation في احد اجزاء الجسر لحتى اقدر اضمن انه ما يصير عندي مشاكل في الانزال. وليد جرار، اوكي هلا وليد هذا عندنا يا تكنيشن كثير متميز في الاردن يا جماعه. ثانكس على الدكتور تهاني ابو التين، ات واز ا وندرفل لكتشر اند فيري امبورتنت انفورميشن. طبعا سيد وليد شكرا كثير لك، وانا كثير بحب شغلك في التكنيكال ورك سبيشلي الفول ارش ريكونستراكشن، زيركونيا اند بيكتون. اي ثينك شفت لك حالات بيكتون او ميبي اونلي زيركونيا، فيري ارتستيك اند نايس ريستوريشنز. هلا اي ثينك رح تضلها من هون لبكره. بهاء في كمان سؤال، can you give us a hint about impression technique when we have a complex case and not parallel implants؟ شوف هلا متى ما انت عندك اكثر من implant وكان عندك مشكله في البوزيشننج اوف implant بدك تروح للاوبن تري impression technique. بفضل تكون انت مجهز لك سبيشال تري from light cured acrylic resin، تكون vented وتكون مفتوحه فتحات كبيره محل الامبلانتس، محل الامبريشن بوست اللي انت بدك تستخدمهم، بتكون عامل ريلي جيج او فيريفيكيشن جيج في اللاب ومقطعه في اماكن معينه، بترجع بتشيكه جوا تم المريض، بعد ما تشيكه بترجع بتلزقه في المناطق اللي انت قطعتها فيها، تتاكد انه التري عم يطلع منها الاوبن تري امبريشن بوست من الاماكن المحدده اللي انت قررتها في المختبر، وبتاخذ الامبريشن تاعيتك باريحيه. هيك بتتحكم بالفوليوم اوف امبريشن ماتيريال، بتتحكم في البوزيشننج للتري، بتتحكم براحه المريض وانت عم تشتغل، وبتتحكم بالاكيوريت ترانسفير اوف ذا بوزيشن اند انجليشن اوف امبلانت فروم انسايد ذا بيشنتس ماوث للمختبر. براء الخطيب شكرا لك، عمر شكرا، رشا نعمان شكرا، ابتهال شكرا. نتمنى استضافتك في مجموعة طب الأسنان كمحاضر، ونرجو موافقتك لحفظ المحاضرة في قناتنا على اليوتيوب لفائدة الجميع. أكيد سيد مازن
فإن كانت أن تفعل ذلك لم يعادل. شكرا على مجهودك دكتورة. أعتقد جايز إنه هيك أنا غطيت كل الأسئلة. شكرا كثير لتفاعلكم وما بدنا نطول عليكم، وإن شاء الله يا رب في محاضرة حتكون يا الأسبوع القادم يلي وراه بموضوع الزركونيا، موضوع كثير دسمة، محاضرة كثير دسمة رح أقسمها على جزئين، ونحاول نفيدكم نحكي لكم. طبعا المحاضرة راجعت فيها الليترتشر لغاية شهر 4 2020، يعني it's very up to date revision للزركونيا as a material، بغض النظر as a crown as a bridge as a full arch reconstruction as an abutment as an implant. I have revised all of the chemical mechanical and clinical behavior of this material. وإن شاء الله يا رب منشوفكم على خير. إلى اللقاء.